لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة الميثاق الوطني، ونقرأ مقالا بعنوان الموازنة العامة بين الإقرار والتنفيذ ودور أمريكا بوقفها، للكاتب عمر الحلبوسي، حيث يقول إن إقرار الموازنة لا قيمة له إن لم تنفذ على أرض الواقع، والقرار يبقى في أيادي رفعت وحبر على ورق لا يغني ولا يسمن في ظل استنزاف ممنهج يتعرض له العراق ماليا واقتصاديا، مع استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر أحادي لواردات الدولة، إذ جاءت الموازنة الثلاثية لتقضي على كل آمال تحقيق النهضة في القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص، والذي تم تدميرهم من أجل أن يبقى العراق سوقا لتصريف البضائع لدول الجوار. إن عدم تنفيذ الموازنة يعود إلى عدم توفر الكتلة النقدية من الدينار العراقي الكافي لتنفيذ الموازنة، بعدما عظمت هذه الموازنة من الإنفاق التشغيلي الشهري من 8 تريليونات دينار إلى 16 تريليوناً، وهو ما تعجز الحكومة عن توفيره، والسبب هو عدم توفر الدينار العراقي بالمصارف الخاصة والعامة بسبب انعدام ثقة المواطن العراقي بالمصارف التي سرقت أموال المودعين، مما حدا بالمواطن العراقي الاحتفاظ بأمواله خارج القطاع المصرفي، والذي هو بالأساس عبارة عن دكاكين تدعي العمل المصرفي تمارس نشاط الصرافة وأعمال المافيات في داخلها، في ظل عدم وجود قانون يحمي أموال المودعين وتخلي البنك المركزي عن دوره الرقابي على المصارف. إن الإجابة على سؤال المواطن العراقي شوجت تنفذ الموازنة هو عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توفير الكتلة النقدية من الدينار لتنفيذ الموازنة، وهي تسعى للذهاب نحو التعويم الكلي، والذي يعني رسمياً تدمير ما تبقى من الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس أعدم بسبب الإبقاء على الاعتماد على النفط وحده كمورد اقتصادي، وهو ما يعجل بسقوط الاقتصاد العراقي في 2025. إلى صحيفة صوت العراق، ومقال للكاتب سامي الموسوي بعنوان ماذا يعني بايدن بأنهم أمة عظيمة. عندما جيئه للكيان الصهيوني قال جو بايدن إنهم أي أمريكا أمة عظيمة، لهذا هو ذاهب لزيارة الكيان وهو في حالة حرب. يبدو أن بايدن قد التبست عليه الأمور، فهو لا يفرق بين الدولة والأمة. يقول الكاتب أيضا إن أمريكا هي ليست أمة بل دولة تمتلك الأسلحة النووية والتقدم العلمي الذي جعلها تسيطر على العالم، وبغياب القطب الآخر وضعفه ونشر الحروب والفساد. لا ندري كيف أنهم أمة عظيمة، أمة عظيمة بأفعالهم في هيروشيما وناكازاكي، أمة عظيمة بغزوهم فيتنام، أمة عظيمة بقتلهم 1,000,000 طفل عراقي بالحصار، أمة عظيمة بغزو أفغانستان وتدميرها ثم الهروب المخزي منها، أمة عظيمة بقتلهم مئات الأطفال حرقا واختناقا عندما ضربوا ملجأ العامرية في بغداد سنة 1991، أمة عظيمة بجرائم يندى لها ضمير الإنسانية في سجن أبو غريب سنة 2003، أمة عظيمة بالكذب الذي فيه احتلوا العراق ودمروه، أمة عظيمة بتسببهم بكل ما جرى ويجري في العراق من تدهور، أمة عظيمة بتأييدهم لجرائم نتنياهو بقتل أطفال فلسطين وقصف المستشفيات والمدارس والتسبب بكل هذه المآسي الإنسانية، أمة عظيمة وذات ديمقراطية بمحاربتهم لكل من ينتقد هذه الجرائم، أمة عظيمة في افتعال الحروب وفرض الحصار على الشعوب وانتهاك حرماتها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول واغتيال قادتها وفرض قوتها عليهم.
حذر المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية من تزايد تدهور الوضع المائي في العراق في وقت تتسبب التوترات القائمة حول المياه بين دول نهري دجلة والفرات، بإضعاف إمكانية التوصل إلى توافق بينها حول التقاسم العادل للمياه، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه جعل الجهود الدبلوماسية أكثر إلحاحاً من أجل الاتحاد والعمل معاً، فإن العراقيين يشعرون بالسخط بسبب أزمة المياه، مضيفاً أنه في ظل تضاؤل فرص الحصول على مياه الشرب والانخفاض الكبير في منسوب الأنهار، فإن المواطنين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الحكومة التي ينظرون إليها باعتبار أنها لم تحسن التعامل مع أهم موارد البلد. وأوضح التقرير أن ندرة المياه في العراق مرتبطة بجغرافيته عند تقاطع معقد للموارد المائية، حيث يشكل نهرا دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا وإيران المجاورتين شريان الحياة الحيوي للعراق، لكن الطلب المتواصل على المياه عند المنبع دفع هذين البلدين إلى بناء السدود والتحويلات التي تحد من التدفقات في اتجاه مجرى النهر، مما يؤدي إلى تدمير إمدادات المياه في العراق. المياه تشكل عنصراً محورياً في تطور أي بلد، ولكن في ظل النمو السكاني الكبير الذي يشهده العراق وتزايد الطلب على الغذاء، فإن المياه هي الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن نهري دجلة والفرات يزودان في سوريا والعراق الغالبية العظمى من الناس بالمياه، وبينما يوفر نهر الفرات حوالي 85% من المياه المتجددة في سوريا، فإن النهرين مجتمعين يشكلان ما يقرب من 100%. وحذر التقرير بالقول إنه في ظل استمرار التغير المناخي فسوف يتدهور الوضع المائي في العراق ويضغط على قدرة البلاد بشكل أكبر، مضيفاً أن التغير المناخي ينذر بالسوء في الشرق الأوسط. إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتبة آمال موسى بعنوان كيف سينظر العالم في عيون أطفاله. تقول الكاتبة: العالم فعلا في مأزق أخلاقي حقيقي لم يعش مثله من تاريخ الحربين العالميتين الأولى والثانية ومجزرة صبرا وشاتلة، بل إنه علاوة على ذلك بعد جريمة مستشفى المعمداني لن يكون سهلا مستقبلا الحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال يرتجفون ويموتون بأبشع الصور. ما حصل يتجاوز جغرافيته ولحظته ويجبر الجميع على الإدانة، لأن عالما يقبل بقتل الأطفال والمدنيين والنساء هو عالم فاقد لكل شيء. إن ما حصل في غزة من تقتيل من أجل تهجير الفلسطينيين هو ضرب في العمق لكل المجهودات المتراكمة في مجال النضال من أجل حقوق الإنسان والطفولة والنساء. هناك مشكلة حقيقية، كيف سينظر العالم في عيون أطفاله؟ وما نفع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها؟ هل من الممكن الحديث بثقة وبرأس مرفوع عن حقوق الطفل بعد مشاهدة التنكيل بالأطفال الفلسطينيين؟ لا أحد يستطيع أن يقلل من بشاعة مجزرة مستشفى المعمداني، ولا أحد يستطيع أن يبرر معنى أن تجرى حالياً العمليات الجراحية دون تخدير. ما حصل يوم الثلاثاء الماضي أطاح بخطابات العالم حول الحقوق والمساواة والمدنيين والتنمية والحريات. لقد وضعت إسرائيل العالم في عنق زجاجة وأعادته إلى زمن تهجير الشعوب واستباحة دم وأرواح النساء والأطفال، وكتبت صفحة سوداء أكثر من سواد سابق في تاريخ البشرية وفي العصر الذي يتشدق بحقوق الإنسان. إننا في لحظة مفصلية كاشفة، ومؤكد أنها ستكون لحظة تتبعها تغييرات معمقة، لأن العالم يعيش امتحاناً يبدو فيه الفشل هو النتيجة، وطبعاً يعني الفشل استئناف النضال واستئناف إعادة ترتيب المنهجية والمبادئ والتفكير في آليات أكثر جدوى وأكثر حماية للمنجز الإنساني.
إلى صحيفة الشرق القطرية ومقال الكاتب عبد الله خليفة الشايجي بعنوان حروب إسرائيل والغرب على غزة تسقط الأقنعة والضمائر، حيث يقول: بعد أسبوعين من حرب الإبادة التي تشنها آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة، مع اقتراب عدد الضحايا الشهداء من 5,300 تحت الأنقاض وأكثر من 12,000 جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء ضحايا القصف الإسرائيلي الجوي والبري والبحري، في جرائم حرب غير مسبوقة على مدار الساعة حولت غزة لمسلخ ذبح على مسمع ومرأى من العالم. وما لا يقل إيلاما هو اصطفاف الغرب بقيادة الولايات المتحدة ومعها الديمقراطيات الأوروبية شركاء في الجرائم، بعدما صدعوا رؤوسنا بالدفاع عن الحريات واحترام حقوق الإنسان. يفضح ازدواجية معايير أمريكا تشبيه بايدن بربط حماس وبوتين وأنهما يمثلان تهديدين مختلفين، لكن كلاهما يسعى لتدمير نظامين ديمقراطيين أوكرانيا وإسرائيل، ويقدم دعماً مفتوحاً لأوكرانيا ضحية عدوان واحتلال روسيا ومقاومتها لتحرر أراضيها وتهزم روسيا $75 مليار. بالمقابل يساند ويدعم بايدن والغرب احتلال ومجازر وإبادة إسرائيل الفلسطينيين بسلاح أمريكي، وكأن التصعيد الإسرائيلي والقتل المتنقل لم يكن كافياً، انتقل جنون حرب إسرائيل وبدعم القوى الكبرى يتقدمهم البيت الأبيض والكونغرس ومراكز الدراسات والإعلام الرئيسي وقمع الرأي الآخر الذي يتهم بدعم حماس والإرهاب، إذا تجرأ أصحاب الضمائر فيه على انتقاد الانحياز الأمريكي والغربي لإسرائيل وتقديم الدعم الأعمى للقاتل والجلاد على حساب الضحية المعذب والمجبر على النزوح القسري والتطهير العرقي، وجميعها جرائم حرب. صعدت إسرائيل قصفها للمساجد ولثالث أقدم كنيسة في العالم وللمستشفيات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من المفطر، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر بلغ معدلاً غير مسبوق في تاريخ الحروب جراء استهدافه المباني والتجمعات السكنية، وتذهب التقديرات إلى أن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف العدد المعلن، نظراً لأن كثيراً من جثامين هؤلاء الشهداء الصغار لا تزال مطمورة بين أنقاض المنازل التي قصفها جيش الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع. وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين
قد أكدت أن 120 طفلا فلسطينيا يقتلون كل يوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة جراء الغارات وتدمير المنازل على رؤوسهم، كما تخلف إصابات فظيعة بالشظايا والحروق وسقوط الحجارة والركام فوق رؤوسهم. وإلى جانب تكثيف العدوان المتواصل الذي يخلف ضحايا على مدار الساعة، يشكل انقطاع الكهرباء عن المستشفيات خطراً على حياة الرضع فيها، حيث تصبح الحاضنات في وضع كارثي يهدد حياة الرضع والخدج في المستشفيات جراء أزمتي الكهرباء والغذاء. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. طبعا هذا الطريق الصعب اللي بنواجه فيها خطر رغم القصف، نمشي فيها كل يوم 25 أو 30 مرة المشوار هذا عشان نجيب مي من المحطة اللي بعيدة عنا مسافة طبعا، ونعبيها في خزانات اللي بنطلع فيها على الثالث أو على الرابع. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من أزمة المية طبعا لا بنقدر نتحمم ولا بنقدر نغسل ولا بنقدر نتوضأ، أزمة في خان يونس وكل قطاع غزة أزمة مش طبيعية. بنعاني لأنه أهل الشمال وأهل عبسان وأهل خزاعة موجودين في خان يونس، هذا زاد الأزمة في خان يونس عندنا بالتحديد. طبعا أهلي في البيت، كل واحد من أهلي متزوج وعنده أفراد، يعني تقريبا اللي في البيت عندنا حوالي 25 فرد مع الوالد والوالدة طبعا وزوجتي وأخواني وولادهم، تقريبا 25 فرد. بنواجه صعوبة كتير وتعب عشان نحصل على المية نجيبها من المحطة نعبيها في الخزان. طبعا أزمة خانقة مش بس للمية المالحة أو الحلوة، في الخبز، في كل حاجة أزمة، بالغاز، في الكهرب. النقص يتجاوز 98%، إن ما كانش 100% في الوقت الحالي أثناء الحرب، لأنه للأسف الشديد وكرر انه مصدر الوحيد للشرب هو الخزان الجوفي، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، في ظل انقطاع السولار، في ظل عدم تشغيل المولدات لانقطاع السولار، فللاسف الشديد شايف كيف يتجاوز نسبه العجز حاليا لمياه الشرب. ما كانش 100%، انا بقول لك 98 بلس، اوريدي في عجز سابق كان حوالي 97% 95%، مع الحرب، مع انقطاع التيار الكهربائي، مع انعدام السولار، مع عدم تشغيل المولدات، اوكي؟ يعني حاليا المحطات بس اللي بتشتغل على السولار انرجي على الطاقه الشمسيه هي التي تعمل، وتعمل لمده محدوده حسب طقس الجو طبعا. يعني امبارح ما استفدناش من الطاقه الشمسيه ساعه واحده، وبالتالي اضطرينا نشغل مولد، والمولد بده سولار، والسولار في عجز كمان، والسولار زي ما حكيت للاسف الشديد انا يمكن عندي سولار بكره اشغل نص نهار بعد كده اسكر المحطه. نلقاكم بإذن الله.